مساء الخير. موضوعنا اليوم الفكر السلبي والفكر الإيجابي. راح أحاول أستعرض في موضوع شوية صعب لأنه يتناول بعض الجوانب من حياتنا اليومية العادية اللي مرات ما نعرف شلون نلزمها. مثلاً واحد يقول لك أنا حر. ذاك اليوم كتبت فرد شيء ضد الانتقادات اللي تجي على الإنترنت، هذول القاعدين خلف الكمبيوتر وينتقدون سيدنا لويس، ينتقدون التصريحات مال بعضنا، خاصة من نحاول أن نسوي توازن بين القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية. فد واحد كتب أنا حر، ما حد يقدر يمنعني أحكي. إيه، قد تكون حر في تفكيرك أنت، لكن أنت ما حر في توصيل فكرك للآخرين. يعني تقدر أنت تأكل شيء يعجبك، بس ما تقدر تقول لي بأنه شيء يعجبك هو زين. أكو واحد يدخن يعجبه يدخن، بس مو شرط التدخين زين، مو لأن يعجبك هو زين. هاي النقطة الأولى، لأنه لما توصل فكرك للآخرين راح تشوف صد، راح تشوف أكو كثير ناس ما يقدرون يوصلون فكرتهم للآخرين، لا بل أكو كثير ناس ما يتدربون على توصيل الفكرة للآخرين. أنتم خاصة شباب جيلكم كثير أصعب علينا أن يوصل فكرته. تعرفون شنو السبب؟ السبب أنه كل شيء اللي موجود حولكم يمنعكم من التفكير ومن الحكي، لأنه التلفزيون هو اللي يحكي وأنت تسمع، الراديو يحكي وأنت تسمع، ومن تكونوا قاعدين على الأكل معلوق التلفزيون، وإذا واحد حكى خلينا نسمع. يعني كثير بيوت يمكن طول النهار ما يحكون مع بعضهم 10 جمل، وإذا حكوا الحكي مالهم فرد شيء كلش تافه، أحياناً ما هو حكي، عملوا دراسات على قوة التعبير عند الشباب، واكتشفوا بأنه كل ما كان تقدم كل ما اللغة تصير فقيرة. يعني ما يبقى لهم لغة، ما يبقى لهم فوكابولري، يعني ما يبقى لهم قوة تعبير. بالحقيقة عدم القدرة على التعبير هي اللي قد تخرب السلوك، لأنه خاصة نحن المسيحيين ديانتنا مبنية على الكلمة، في البدء كان الكلمة، فإذا الكلمة لازم نقولها، لازم نحكي، نقولها للكلمة. الكلمة هي اللي تدفع إلى السلوك. قناعتي لازم تكون خلف السلوك مالي. أنت ليش تأكل فلان شيء؟ لأني. أنت ليش تسوي فلان شيء؟ لأني. يعني سلوكنا هو مدفوع من قبل الكلام اللي بينا. إذا ما هو كلام، أكو ببغاء كن حفظنا كلام. تلاحظون الناس الغير المثقفين ما يعرفون يحكون إلا بالأمثال، مثل ما يقول أبو المثل ويجيب لك مثل،
غالبا هذه الأمثال هي خطرة، لكن حفظها. فمن يتشاقى مثلا بين أصدقائه يتشاقى ويثقل بالشقى، يقول إيه مثل ما يقول أبو المثل، بين الأحباب تسقط الآداب. ولك شون يصير تسقط الآداب بين الأحباب؟ ما لازم تسقط الآداب، إذا سقطت الآداب كل شيء يسقط. من جد وجد ومن زرع حصد. فاليوم شفتوا مقابلة تلفزيونية مع الدكتور علي الوردي، واحد من عمالقة الفكر بالعراق، عالم كبير بعلم الاجتماع، سوى انتقاد لاذع على هذا المثل الغبي، لأن يقول لو كان كل من زرع حصد ما كان عندنا لا قحط ولا جوع ولا مشاكل. من جد وجد، ما كل من جد وجد. فيقول هذه الأمثال هي خطرة. الناس البسطاء اللي ما يفكرون يكررون المثل ويعتبرونه عكازة لتفكيرهم، والتفكير مالهم فارغ. ولهذا حتى أنت من تتعامل مع الناس راح تشوف صعوبة، لأن شكو عنده مجموعة أشياء كنت علمها، فد رصيد من الأمثال، وعمي كان يحكي ويقول، وأبويا كان يقول، وأمي كان تقول. أنا شو علي من أمك أو من عمك أو من أخوك أو من فلان؟ أنت شو تقول؟ ولهذا كثير عندنا مشاكل في زماننا بسبب هذا الفراغ، الفراغ بالكلام اللي نمتلكه نحن. قناعتي أنا هي أساس سلوكي. ولهذا الناس تصطدم، والناس نوعين: متفتحين اللي عندهم انفتاح، قبول للاختلاف، قبول للآخر، والقسم الثاني اللي هي أغلبية المنغلقين. المنغلقين بيناتنا كثير، أكو شباب عمره 20 سنة منغلق، وأكو شايب عمره 90 سنة متفتح. شنو الفرق بين المتفتح والمنغلق؟ أكو فيلسوف كبير، هو من ليتوانيا بس كتب باللغة الفرنسية، اسمه عمانويل ليفيناس، يعتبر من أكبر فلاسفة زماننا. درس العلاقات بين البشر، قال خاصة للمتزوجين: ديروا بالكم أنتم اثنين، يعني الرجال والمرأة اثنين، ديروا بالكم لا تصيرون واحد، ابقوا اثنين، لأن الثنائية أحسن من الفردانية، وكل حياتكم راح تتدربون شلون تقبلون اختلاف الآخر. وهذا ما يتناقض ويا ما قالوا يسوع: ويصيران كلاهما، أشي يصيران كلاهما؟ جسدا واحدا، مو روحا واحدة، لا، جسدا واحدا. إيه بس هذا ما يعني أنه، بينما إحنا عادة المشاكل الزوجية اللي هي انعكاس المشاكل الاجتماعية، من يكون عندك صديق وصديقك ما يقول لك لا وما يخالفك بالرأي، حرام خوش صديق، إيه هذا مو صديق، هذا 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 ببغاء. تقول إيه يقول إيه، تقول لا يقول لا، إيش سوينا؟ ما سوينا كل شيء. فالرجال اللي يريد يذوب مرته في رأيه وما كلمتي ما تصير ثنتين، إيه هذا ما خوش رجال. والمرأة اللي تسيطر على زوجها وما تخلينه يكون مختلف عنا، أيضا ما خوش مرأة. الاختلاف في كياننا، في طبيعتنا. اقعد ويا اللي بكيك، لا تقعد ويا اللي يضحكك، هذا خوش مثل. ليش؟ لأنه اللي بكيك يدفع لك
مجال حتى تصلح ذاتك. بينما اللي يضحكك واللي يمشي يطبطب على ظهرك ويمشي ويا مايك كل فائدة ما بيها، كل فائدة ما بيها. ولهذا ليفيناس يقول انتم اثنين ما راح تصيرون واحد، راح تصيرون ثلاثة، راح يجي ولد. الولد لا يكون نسخة من أبونه ولا يكون نسخة من أمه. كثير أهل مرات من يجي لهم بنت أو ولد يقولون حرام هذا طيلة علي، إن شاء الله لا يطلع عليك ولا يطلع عليك، يطلع على نفسه، لأنه لا أنتم نسخة من أهلكم ولا يجب أن يكون أهلكم نسخة منكم، أنتم مختلفين. ويجب أن الولد يختلف عن أبونه ويختلف عن أمه، فيكون الثالث اللي يخلق هذا التوازن بالاختلاف. إذن غايتنا هي الاختلاف، علاقتنا مبنية على الاختلاف، مصايبنا جاي من أنه نحن ما كان نقبل الاختلاف. أول ما نقعد في مكان اللي ما يحب الاختلاف، أنت من ايه جماعة؟ من جماعة اللخ؟ إيه من جماعة، أنا دائما من جماعة اللخ، أنا دائما أحب أكون من غير جماعة، أحب أن أكون مختلف عنك، مختلف عنك بكل شيء، مختلف. آكل بكيفي، حرام إذا ما تأكل أزعل، لا ما راح أكل. أروح الناس خطار يقولون إيه ما أكلت من هاي، أنا ما أكل لأني أنا مختلف. ما عليك أنت إذا يعجبني أو ما يعجبني، بس أنا قررت أنه ما أكل. ها كان كفد واحد سوى ريجيم ونجح ونزل كيلوات، فسألونه قالوا له شنو الطريقة اللي خلتك تعمل ريجيم وتنجح؟ قال بس حرفين، لا. أش ما يقدموا لي؟ أقول لا، وهالشكل بالله قدرت أسوي ريجيم وأنزل كيلوات عديدة. لا أكل فلان شيء ولا فلان شيء، إلا أنقذه. إلا أشنو إلا؟ أنه أنا أقول لك لا، أختلف عنك. بس هذا الاختلاف راح يكون سلبي وراح يكون أيضا إيجابي. أكو لا منفتح وأكو لا منغلق. بالحقيقة الحرية اللي أنا بي هي اللي راح تساعدني أن أقول لا لمصلحة من. خلينا نأخذ هذه الجملة البسيطة اللي موجودة بالكتاب المقدس، من العهد القديم إلى العهد الجديد: أحبب قريبك حبك لنفسك. من التوراة إلى الإنجيل هذه الجملة تتكرر. زين أكو ناس يقولون زين شلون أحب نفسي أناني أصير؟ أبدا ما صحيح. أحبب نفسك، أحبب نفسك بطريقة صحيحة، يعني حب نفسك بانفتاح، لا تحب نفسك بانغلاق نرجسي. ولهذا الأنانية النرجسية، تعرفون أشنو نرجسية؟ منين جاي؟ من ورد النرجس. تعرفون النرجس هذا حلو، ورد النرجس هاي أسطورة يونانية. كان أكو واحد اسمه نرجس، نارسيس، نرجس كان حلو كثير، كان كثير حلو، وكل الناس يقولوا له أنت حلو أنت حلو أنت حلو، بس ما كان أكو هذاك الوقت مرايا. فديوم شاف بركي ماي ماله هادئ، فانحنى، شاف نفسه، شاف صورته، فعلا شاف نفسه حلو، طمس حتى ياخذ صورته وغرق، مات لأنه كان نرجسي يحب نفسه بشكل مغلق. ولهذا ورد النرجس ينبت على شاطئ الأنهار، فسمونه باسمه، باسم هالأسطورة. كلش حلوة، أنا أحب الأساطير، وبيها بعض مرات دروس كويسي. ولهذا إذا ما تحب نفسك بانفتاح ما تقدر تحب غيرك بصورة صحيحة. إيش معناته أحب الآخرين بصورة صحيحة؟
التواصل. نرجع إلى كلمة في البدء كان الكلمة، يعني أخذ عطاء. الكلام تواصل، شيلني دشيلك، مثل قصة شن وطبقة، شيلني دشيلك، التواصل. بس لو تلاحظون في مجتمعنا الكلام بين الناس كثير كثير خطر، التواصل صعب، احنا نخاف من الحكي، نخاف من العلاقات مع الأشخاص، نخاف. أعرف شخص، قصة واقعية، زوج وطلب لأولاده اثنين أخين، طلب أختين. من أول يوم ما زواج منعهم يتصلون بأهلهم. خطيه بقيوا 20 سنة ما خلاهم يزورون أهلهم. هذا الحمو يخاف من الاتصال، يخاف من القيل والقال، ويخاف من العلاقة والقرابة، يخاف. هذا دكتاتور. تم تذكرون زمن صدام كان كل شيء مخيف، التلفونات مراقبة، الانترنت مراقب، التلفزيونات، كان عندنا بس قناتين وهاي هم نفس الصورة ونفس القصة، ما كان عندنا اتصال، احنا كنا نخاف من الاتصال. واساسا احنا العراقيين نخاف من الاتصال، نخاف من الكلمة، نخاف لا نقول كلمة لا يكون يزعل. يمكن ولهذا السبب عبد الوهاب عنده أغنية تغنيها فيروز أيضا، تقول خايف أقول اللي بقلبي تتقل وتعند ويايا. إذا أكو شعب بالدنيا يزعل إحنا شعب الزعول. أكو ناس عندهم دكتوراه بالزعل، قسم ماجستير، قسم دراسات عليا بالزعل. والزعل هو سبب الخوف من الاتصال. ليش؟ لأنه من أزعل أش أسوي؟ أقطع الكلام، ما أحكي معك بعد. وكأنه إذا تحكين معي يعني هي فت فرط، أنا تحكين معي وما تعرفين تحكين، إيش راح تحكين؟ أو متى أنت حكي كله شاطي باطي، إيش راح تحكي وياي حتى تزعل وتقطع هذا الحكي؟ هي لعنة حنفية مقطوعة من قاعة، لأن لو كان عندك حكي معقول ها ما كانت خاف على حكيك حتى تقطعه عني. منو يزعل؟ بس اللي عقله صغير، العقلاء ما يزعلون. العاقل حتى لو شعراي يقول بين العاقل والمجنون إذا بقيت شعراي العاقل ما يقطع. هذا خوش مثل، ما كل الأمثال مو زينة أنت مهم ها. بين العاقل والمجنون إذا بقيت شعراي العاقل ما يقطع الشعراي، الشعرة خيط. فهذه النقطة، هذه النقطة، الخوف من الاتصال، الخوف أن تقول شيء بقلبك لا يكون الآخر يزعل. وياما وياما أعرف ناس زعلانين سنين لخاطر كلمة واحدة، كلمة واحدة، وهاي هم بلا قصد. يعني أوكي قلت كلمة قبل سنتين، هاليوم أنا مو نفس الشخص. هسه راح نشوف شلون أنا أختلف، أختلف، أنا يوميا أختلف. فإذا أنت تحاسبني على فد شيء سويتونه قبل 7 سنين، أنا مو هذاك الإنسان، أنا اختلفت، كنت صغير. لما طلب مني سيدنا لويس أصير مطران، قلت له الله يخليك لا تبعثني لزاخو، زاخو كن شافوني صغير راح يقولون أنت هذاك ابن فلان وفلان، نعرفك أنت. ما تكون يغيرون فكرتهم، أحسن شيء أروح عند ناس ما يعرفوني وخلاص، لا عين تشوف ولا قلب يحزن، حتى لا ضيع وقتي. مثل ذاك قريت قصة إيطالية، يقول كان أكو فد واحد حطوا عليه لقب ها بالمدرسة،
لقبونه فد لقب، فد لقب يضحك هكذا، قشمرونه أصحابه، ومنه جاء؟ جاء فلان، يعني فد لقب، خلينا نقول أشعرفنا طبوس مثلا، سمونه طبوس، 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 راح اسمه طبوس، نسيوا اسمه طبوس. هذا الولد من قد ما بزع راح هاجر إلى روما، وهونك بروما دخل مدرسة الموسيقى وصار فد مغني كبير مثل بوفيروتي، من هذا اللي يغني بالأوبرا وألاف الناس يجتمعون. فديوم قال أروح لقريتي أبين لهم أنه هذا اللي كان يقشمرون وصاروا برأسه خير. فجاء للقرية والدنيا مسا والناس كلهم ببيوتهم، وقف بساحة القرية وعلى صوته وطلع، فطلع كويسي من هاي الأصوات الحلوة، يهقد من هاي الأوبراليين. فتحوا الشبيبك قالوا ها طبوس رجعت، يعني ما يتغيرون، ما يتغيرون، احنا ما نتغير. ليش؟ لأنه ماخذين قالب بالنسبة للآخر. ولهذا نشوف أنه حكينا كله مجاملات، ما هو كلام؟ أكو فرق بين الكلام والمجاملة. المجاملة إيه شونك إيه وبعد شونك، الله بالخير، الله تروح عند بعض الناس تقعد نص ساعة ما كله بس شونك وبعد شونك، شكو ماكو، الله بالخير، الله بالخير، إيه كل حكي ماكو، كله فارغ، مجاملات. ليش؟ يعني يمشون على البيض، ما نقول واحد يمشي على البيض، ليش؟ يخاف لا يمشي على البيض وتتكسر البيضات. أخاف لا أقول فرد شيء وأشفص، أكسر، أغلط. هوني بالحقيقة نخاف لأنه إحنا أساساً نعتبر ضربة السيف تشفى وضربة الكلام ما تشفى، وإذا انكسر الجلاس ما يتصلح. أكو فرق بين جلاس وبين الإنسان. إحنا الحمد لله مو زجاج، منو منكم من زجاج؟ كل أحد. إحنا لحم من يصير جرح يتخيط يتدق لهم، نخيطون إذا جراح، بس هذا صحيح جلاس إذا انكسر ما يتخيط. ولو بالموصل أيام زمان كان أكو فد مهنة يسمونه خياط فغير، هاي كان يخيطون الصيني الفرفوري من شطارتهم المهنيين. بس إحنا بشر يعني مصنوعين من لحم ودم. التشابيه اللي ناخذه فيما يخص ضربة الكلام هذه تشابيه خطرة، ولهذا كثير نركز على الكلام والشتيمة والمسبة. خلي واحد شوية، خلي شوية يدوسون على عصبه، بس شوية شوف شي يطلع من ثمه. يسوع قال من أعماق الإنسان تخرج القبائح، يعني كثير مرات إنسان تشوفه عاقل فتشي شكل رباط وهكذا مرتب، وبس هكذا دوس شوية على عصبه شوف عينك لا تشوف إلا النور، أشي يطلع من ثمه من الكلمات، مو كلمات، طلقات كلامية، طلقات كلامية تأذي. وأكو ناس مهنتهم أن يأذون بالكلام، يقرصون بالكلام، يأذون، يعني حتى مرات بالشقة يجرح. يعني إذا ولد طفل مثلا بالبيت رسم فد رسم وجاء شوفني هو ها طير سير لي بيكاسو، إيه هم بيكاسو كان طفل وهم رسم، ليش تكسر خاطره؟ خطية. ليش؟ لأن أنت بخيل ما عندك كلمة طيبة تقولها. شجعه، طفل رسم صحيح رسمه ما حلو، بس هكذا بدأ بيكاسو صار بيكاسو، يمكن لأنه شجعونه. إحنا بخلاء لأن ما عدنا. هسه رح نجي على البخل، رح نجي عليها بعد شوية. أكو كلمة بالعربي أيضا عدنا نفهمها إحنا، يقولون واحد سفيه،
شنو السفاهة؟ أنا كن حللت السفاهة عدة مرات. السفاهة هي أنا عندي شعور بالنقص أو شعور بالذنب أو غلطته. يعني مثلا قبل ما تجي ماما كسرت فرد شيء، أنا أعرف راح تأكلني حاصل فاصل، قبل ما تعمل راح أسوي فرد شيء وأبكي وأسوي سفاهة حتى من راح تعرف أشكن كسرته طمطم علي وتخاف مني اللي أنسى فيه. السفاهة هي أتغدى بيها قبل ما تتعشى بيه. كل السفهاء هيم سلبيين، كل السفهاء سلبيين. والسفاهة كلمة بس باللغة، اللغات الشرقية نقدر نحكي عن السفاهة، هي هجوم، هجوم دفاعي، أهجم حتى لا يهجم هو علي. قد تفهمون؟ زين. السلبي، الإنسان السلبي، الإنسان اللي يخاف من الكلام مع الآخرين، المعلم اللي يخاف من الطلاب ودائما يريد مكتفين، ما خوش معلم. تعرفون أحسن معلم هو المعلم الشقاجي اللي يحكي شقة، وإذا واحد حكى فد نكتة يضحك هو، يتونس هو وياهم، يتعلمون أحسن الطلاب. روح الفكاهة دواء للسلبية. بيناتنا كل الدكتاتوريين ما يحبون الفكاهة. وشان أقيس الدول الديمقراطية أو الدول اللي أزورها؟ أول شيء أتعلمه بالدول اللي أزورها هي النكات مالم. الشعوب اللي عندها نكات كثير خاصة على السياسيين ديمقراطية، ديمقراطية قوية. إحنا كنا نخاف نحكي، نخاف نضحك، نخاف نتشاقى. هذا الحكي ينطبق على رب البيت أو الأم أو المعلم وحتى رئيس الجمهورية. الحمد لله جانا رئيس جمهورية أمام جلال، هو يحكي نكتة على نفسه. إش قد رطب الجو، إش قد خلق هكذا أريحية. الناس اللي تضحك وتنطي هكذا فكاهة وتنطي نكات ترطب الجو. بس هذه أيضا سلبية وإيجابية. إذا عملت نكتة عليك أو عليكي هذه قشمرة، هاي سلبية. بس إذا حكيت نكتة على نفسي لا، هاي إيجابية، لأن ما حد راح يزعل. أكو ناس عندهم فن يحكون نكات على نفسهم ويضحكون الناس على حسابهم حتى يخففون الجو. روح الفكاهة بالحقيقة هي فلسفة. أنا أصور واحد من كبار المفكرين الشرقيين هو عادل إمام. كل المواضيع اللي بيها صعوبة تناولها بطريقة الفكاهة، ولما تضحك تشفى. أنا أعتبره واحد من اللي أسقطوا الدكتاتوريات في أساس الربيع العربي، عادل إمام في أساس الربيع العربي. أكو عادل إمام مسرحية الزعيم، هاي بالكفاية. ضحك على 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 القانون، شاهد ما شافش حاجة. ضحك على البوليس، ضحك على المذاهب اللي تتعارك قبل ما تصير الحروب، شيعة وسنة والديانات والإرهاب. كم فيلم سوى على الإرهاب وكم فيلم. شلون يتناول الموضوع؟ يعني يعرينه بالفكاهة، لأن الفكاهة إيجابية. الاتصال، الحكي، طرح المواضيع الجدية بالحقيقة يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى شطارة. ليش؟ لأنه إحنا نعيش في مجتمعات شديدة الحساسية،
بالإنجليزي يسموها politically correct. كثير من الإعلاميين زملائي اللي اشتغلت معاهم أكثر من 20 سنة بكل البلاد من يجوني يقابلوني أقول له أنا راح أحكي بس أنت راح تقصقص لأنه أنت تخاف على منصبك politically correct راح تقصقص. لا 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 ما أقصقص. أقول له يلا لكن سجل شيء راح أقول. ليش تخاف؟ يخاف لأن لا أجرح فلان ولا أقول على شيء فلان. إحنا تربينا على هالخوف، كان يسمونا جمهورية الخوف. الصراحة مو بس سياسيا، الصراحة حتى بين الناس هم أكو صراحة سلبية وأكو صراحة إيجابية. يعني إذا يجي واحد بعين وحدي ما يصير أقول له صباح الخير يا أعور. إيه صحيح هو أعور بس عيب، يعني أكو فد شيء مؤدب أنه أحترمه مو لأنه ما شفت إلا عينه، أكو أشياء أخرى بينه ليش ما شفته. هاني مو أنا صريح أنا هالشكل، هذا غبي اللي يقول أنا هالشكل أش ما يجي على لساني أحكينه. عيب عيب تجرح بصراحة ما بيا رقة، ما بيا رهافة حس، ما بيا حدث، ما بيا تفاهم. مثل قصة هارون الرشيد، يقال أنه كان قياكل وحبي تمن وقفت بلحيته. زين شلون يقولوا له أكو حبي على لحيتك؟ فواحد نغز الأخ اللي قاعدين، واحد منهم عاقل قال للخادم هاتي بالمرآة لأمير المؤمنين، جيب له مرأي. فراسا هارون رشيد مسح لحيته حس. يعني هذا كان ذكي، قلب للآية. يعني ما قال له أشني هاي لعيتك بي يتمن. أكو أسلوب. بقى هذول الناس اللي يدوسون ببطن العالم، هذولي شوية خلوني أحكي عنهم. جماعة قاعدين فد 10 فريق، يطلع لنا دائما فد واحد يدق على العصب، يضغط على المكان اللي ما لازم يدوس علينا. هذولي أسميهم فيل يدخل بمخزن الخزف الصيني، مخزن الزجاجيات. يعني أكو محل بينه زجاجيات، بينه هذا الشيء يسموه فازات. ها تخيلوا فتفيل دخل بهذا المخزن، أشون ما يتحرك يكسر. هذول الناس الخشنين اللي يقفون وسط جماعة، أشون ما يحكون يجرحون، يشفصون، يأذون، لأنهم خشنين، لأنهم يثيرون بلا داعي مشاعر بطريقة سلبية. هذول الناس أكو فد فيلم بالضبط عليهم، فد فيلم قديم لممثل هزلي بريطاني اسمه بيتر سيلرز، بينك بانتير، يمثل دور المفتش البوليسي كلوزو. هذا من النوع، يعني يمثل الإنسان اللي يشفص الخشن بطريقة سلبية. فيلم من الستينات هو، بس كلش كلش مشهور على هالخشونة اللي غالبا ما مرات أكو ناس. طبعا الخشونة هاي كنا حكيتوا يمكن هاي النكتة، أنه أهل الموصل وأهل أهل الموصل خطية هاجروا بالستينات إلى بغداد. فأكو فد واحد كان راح من الستينات إلى بغداد راد يتزوج، قال أروح أجيب لي وحدي بنت الحلال، خوش بنت من الموصل تكون يعني هكذا مرتبة، تعرف تطبخ مليح وتغسل مليح، هو يريد له إيه. فجاء الموصل بس يقلوا له دير بالك أهل الموصل ترى كلش تقوم وتقعد عندهم الكلمات، ما يصير بكيفك. فقام راح على فد صديقه
على أساس هذا صديقه باقي بالموصل يعرف الأصول والترتيب والقيل والقال وشون يحكي. فجاء قال له الله يخليك أريد أخطب بيت فلان، بلكي تجي معاي. قال له ولو أجي معك ما ينغاد لا شيء. فراحوا، هذا خطي الولد قعد الرباط مالته وش اسمه مرتب كلش، فقعد هذا قال لهم طلعوا دقلكم لا تطولوا ولا تعغضوا، جينا نطلب بقغتكم الثوغنة. هذول كلتهم زعلوا، ايش جينا نطلب بقغتكم الثوغنة؟ على اساس هذا هو ابو بغداد يعني ما يعرف انه بالموصل همكن تطورت وكن صارت بيها الشقة وميانة وهاي، بس هذا راح زايد. فطلعوا قالوا لهم لا ما عندكم نصيب عندنا. طلع برا مسكوا قالوا انت هسه جيت جبتوك عون وطلعت لي فرعون، انا جبتوك حتى انت تتوسط يعطوا لي للبنت، انت راسا من اول جمله خسرتني هي. هذا اللي ما عنده حدث بالكلام. التفتح صعب، ولهذا نشوف انه مجتمعاتنا الشرقية مجتمعات يصعب بها التفتح. ليش؟ يخافوا من التفتح. لا يفلت الاستيرن، هو الاستيرن فلتان. ايش معنى يفلت الاستيرن من المجتمع؟ خلينا كنوا قاعدين في بيت وجايين خطار وقاعدين الناس، إذا أكو واحد عاقل يحكي والكل يسمع هاي مليحة، حكى فلان شخصية كلهم قاي يسمعون. بس إذا ماكو واحد قاي يحكي وهاي كل واحد يحكي ويا جاره بشبشون. هذا الكلام اللي يدور بين الناس والدخان الجقاير والشقشقات مع القلاصات، مرات تفوت بغرفة قاعدين فد 20-30 شخص، ألاحظ أنا أنه الكلام في هكذا مجتمع ما بينه قيادة، ما بينه ستيرن. ليش؟ يجيبون من شاتان وباتان، ومثل ما يقول العراقي البغدادي جيب ليل وخذ عتابة. كل الأحاديث الاجتماعية أغلبها يسودة العتابة، وعادة جماعتنا المسيحيين بس شرب له بيك راساً يبدي عاتب. الزواجات لما تجمع ناس ما كن التقوا من زمان دائماً تنتهي بالطبليات والقلاصات. ليش؟ لأنه العتاب يزيد، جيب ليل وخذ عتابة. ليش إحنا نتعاتب؟ لأن بالحقيقة من تظهر حقيقتنا أمام الآخر حتى لا يتعشى بي أتغدى بينه. ليش الناس تعاتب؟ كان عندي خالتي مثلا قطع عقلي أخابرة، أول جملة تقلية من أخابر همزين جينا ببالك، هذا أشنو؟ قلت له مو أنا قد أخابر. إيه هم ليه جيتوا ببالك؟ أبد ما تخابرون أنا، أنتم ما تحبوني وأنتم أشو مشكلة. أسمع للقصة مالتها إلى أن تهدأ. ليش؟ لأن هن أنا من خابرتوها أخلق عنده شعور بالذنب. كان لازم هي تخابر، كان لازم هي تكون الأولى. أقل لها هسه أنت أنا ما طلبت شيء منك، أنت لا تزعلين، لا تشعرين بالنقص، لا تشعرين بالعقدة أنه أنت ما خابرتي، أنا خابرتك أنا أحسن منك. بس هي ما تقبل. كثير ناس مثل خالتي بالحقيقة الكلام، أنطيكم فت صورة، الكلام يشبه الصوندة مع الماي. لما تطلعون بالحديقة ويجي ماء قوي وترشون بالصوندة على الأشجار ويقع هذا التراب والأشجار تصير خضراء وحلوة، إحنا بحاجة إلى صوندة الكلام حتى تغسل روحنا، تغسل نفسنا. والناس اللي يتقنون هذا الكلام
اللي يرش روحنا قليلين. كونوا أنتم هكذا ناس، يعني يكون عندكم قدرة على أنه ما تشوفون الطوز، تشوفون الشجرة، تشوفون الغبرة الموجودة عليهم وترشوها وتنظف وتصير ريحتها طيبة. من تطلعون بالحديقة وترشون الحديقة وترشون الحوش، وهذا هذا هو الكلام اللي ينطي هالرطوبة الطيبة، الكلام الطيب. حرام يقولون الكلمة الطيبة صدقة. صحيح أكو مرات ناس ما يحتاجون ولا شيء، بس كلمة طيبة. ونعرف أولاد وبنات يقولون طول حياتي كان حسرة علي أنه أهلي يقلوا لي كلمة طيبة. خطية تتعب تروح تغسل مواعين، إيه غسلتي مواعين يعني شنو سويتي؟ إيه ما بي شيء تقلوا له شكراً، ما بي شيء ماما تقلوا له عشتيتك. قعدت أنا أنقهر على ماماتنا تقعد 6 ساعات تلف هاي الدولمة ونحن ناكلها ب6 دقائق. بيخلي واحد منكم بس يتوقف دقيقة، لا دقيقة، ثانيتين، ماما عاشتيتك، حرام تفرح. منو منكم يتذكر هاي الكلمة؟ من يجي بابا من الشغل، ها؟ منو؟ الأطفال لازم نعلمهم يقولوا له بابا القوة. أجمل جملة يسمعها بابا من يشوف هذا ابنه الصغير، يسمع من أخوته الأكبر من يقولوا له بابا القوة، يفرح، يفرح كثير، لأنه تغسل الطوز والتعب مال طول النهار بس الكلمة الصغيرة، فيشيلوا ويبوسوا ويرقصوا لأن قال له بابا القوة. أول كلمة فتح ثم قال له بابا القوة. هسا أقلكم ليش أكو ناس ما يعرفون يقولون، ما يعرفون. راح أحكي لكم قصتين، أتصور القصص تبقى بالبال. القصة الأولى هي قصة الشنطة، قصة الشنطة. فشخص اقترب من الموت، يقال أنه الإنسان من يقترب من الموت يشوف ملاكه الحارس. اقترب من الموت فشاف ملاكه الحارس جاي علينا وبيده شنطة. قال له الملاك يلا حضر نفسك صار الوقت. قال له هسا ايش مستعجل؟ كثير كان عندي مشاريع اريد اسويها، عندي خطة، عندي كثير اشياء، ما ممكن اتأجلها شوية؟ قال له انا اسف صار الوقت. انتبه الرجال انه ملاك الحارس شيل شنطة، فقال له شكو باي الشنطة؟ قال له هاي أغراض خاصة بيك. قال يعني الأموال مالتي، الرصيد مالتي، ملابسي؟ قال له لا، أموالك وملابسك ما هي لك، هي مال الأرض راح تبقى. قالوا زين الشنطة أشكوا بيها مذكراتي؟ قالوا لا، ذكرياتك ما هي لك، هي للزمان. قالوا زين الشنطة بيها مواهبي؟ قالوا لا، المواهب ما هي لك، هي للظروف، جتك ظروف استفادت منها. قالوا زين هل هي أصدقائي أو أقاربي؟ قالوا لا، أنا آسف، لا أصدقائك ولا أقاربك ما هي لك، الطريق جمعكم سوا. قال زين هل هي زوجتي وابني؟ قال لا، لا زوجتك ولا ابنك ما هي لك، هي ينتمون إلى حبك بس ما هي مالتك. هون ضاج صاحبنا. قالوا زين أشكوا بالشنطة جسدي؟ قالوا لا، جسدك مو إلك، جسدك للتراب، أنت تراب. قالوا زين
الشنطة بيها روحي؟ قال لا، الروح هم مالتك، الروح مال الله. صاحبنا زعل، صار عصبي ومد ايده نتش الشنطة من الملاك، يريد يعرف شكو بيها. فتحها، وكم كانت دهشته لما شاف الشنطة فارغة. الشنطة فارغة، نزل الدمعة من عينه. قال هاي حياتي، كل شيء ما كان بيها. جاوبه الملاك، قال هذا هو الصحيح، انت ما كنت تملك الا بس اللحظة الحاضرة. يعني هسه احنا نملك هذه اللحظة اللي احنا بيها، اللي فات مات، واللي راح يجي ما مالتنا. هاللحظة بس هو مالتنا، الحياة هي لحظة، وهذه اللحظة فقط نملكها. ولهذا السبب كثير ناس أبد ما يعيشون بالحاضر، يا يعيشون على مشاكل الماضي وقيل وقال ما الماضي، يا يعيشون على أحلام المستقبل وأحلام اليقظة والخوف والقلق والأرق وأش راح يصير وأشون وتجيب ليل وخذ عتابة. عيش هاللحظة، عيشي هاللحظة، هذه اللحظة هي لحظة السعادة. إذا أنا أقدر أن أعصر مثل ما أعصر برتقالة وأطلع منه أكبر كمية ممكنة من العصير، راح أتمتع بيها. اللحظة الحاضرة قل من يعرف كيف يستغلها. إذا كان عمرك 15 سنة أو عمرك 60 سنة، اللحظة الحاضرة هي نفسها. بس 60 سنة شكل ينعاش، 15 سنة شكل ينعاش، بس بالعقل والشطارة كلهم سوا. اللي يعرف يعيش الحاضر هذا فقط ممكن يكون سعيد. ولهذا نسميها بالعربي القناعة. القناعة فعلا كنز لا يفنى. اليوم عندي وغدا ما يكون عندي. القناعة هي القناعة بالشيء اللي أكو قدامي. يعني هذا الماي هو ثمين لأنه هذا بس عندي هاللحظة، أتمتع بينه. أفكر بالناس اللي ما عندهم ماي، يمكن ما يصدر بيدهم، عندي هذا الجلاس أتمتع بجماله بشكله باللي صنعه، مثل الطفل. يسوع من يقول إن ترجعوا، إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال، الطفل يندهش. واللحظة الحاضرة يجب أن تقوي عندك الدهشة، تحد الدهشة. الطفل يندهش من يجي واحد خطار عندهم، الطفل ينتبه علينه، ينتبه، يراقب، يتعلم، بكل لحظة يتعلم فد شيء جديد. كثير ناس أعرف يعني طير، أعرف كل شيء أنا، هذا ما راح يتعلم ولا شيء بحياته. ليش؟ لأنه كل شيء بالنسبة له ما يدهش، والعجب ما يعجبه. لو تشعل أصيبيعك 10 قدامه ما يتعجب. هذه القصة الأولى، قصة الشنطة. بعدين أشوف تعليقاتكم أنتم من أخلص أسمع تعليقاتكم، بل كفادي تحضر السماعة. أحكي لكم قصة ثانية حتى تبين التوازن بين السلبي والإيجابي بالحياة. أكو فد عالم نفساني مشهور في أمريكا اسمه كارل مينينجر، مات سنة 1990، مشهور، كان عنده مستشفيات نفسية وأثر كثير على علم النفس بالعالم. كارل مينينجر فد يوم كان يراجعه فد شخص مريض ملياردير، زنجين، كل الزنجين. فد يوم الطبيب سأله، قال له
يا فلان انت عندك هالقد فلوس، ايش راح تسوي بيها؟ قال له صدق ولا شيء، انا دائما اقلق على فلوسي، اخاف عليها، لا يكون اخسرها، لا يكون تضيع مني، لا يكون يصير انهيار، لا يكون لا يكون. زين، سألوا الدكتور قال له القلق على فلوسك طيب؟ يعني أنت متونس بهالفلوس؟ قال لا بالعكس، أنا أخاف كثير، أخاف كثير على فلوسي، بحيث من أنطي قلبي يجعني، من أنطي الفقير، من أنطي الأحد قلبي يجعني، حتى من أفكر أنه لازم أنطي فلوسي أسلمها لما نموت أنقهر. علق الدكتور على هذا الحكي، تعرفون إيش قال؟ قال عالجت آلاف المرضى، الناس الأسخياء أبد ما يجنون، أغلب المجانين بخلاء، الأسخياء ما يجنون. الجملة القالة آلاف المرضى الذين عالجتهم أن الناس الأسخياء نادراً ما يصابون باختلال العقل. هاي الدرس الثاني. في ضوء هالقصتين أريد هالمرة بقى أسمعكم وأسمع تعليقاتكم بين السلبية والإيجابية بالحياة، يمكن رحتوا افتريتوا مثل الحلزون حتى أصل إلى لب المسألة. أوكي؟ مساء الخير سيدنا. سيدنا أعتقد كل يعني أغلب الأمور السلبية هنا كحالنا لهناية تكون هي سبب التعب النفسي، التعب النفسي إلى دور كل الشبير بهالموضوع. شكرا. هل السلبية اللي بالناس أو بينا ناتجة عن تعب نفسي؟ لا، نقلبها، التعب النفسي هو سلبية. أجيب لك مثال، فقصة قديمة أن جيش خسر المعركة بسبب بسمار. أشون كان أكو جيشين من هذول القدامى يتحاربون، تعرف يبعثون جواسيس حتى يكشفون على الجيش المقابل، فطلبوا من ضابط فارس أن يأخذ حصانه ويروح. يقال أنه جايك الحصان شاف النعل مالته بينه أربع بسامير، واحد من البسامير كان قيلقلق، بدل ما يدقوا قال أروح وأرجع أسوينه، إهماله للبسمار خلانه يروح يستكشف، حسوا علينه ركضوا خلفه، ركض هو الحصان، من كثرة ما ركض البسمار وقع، النعل وقع، الحافر راح وقع بيد الأعداء، انكشف كجاسوس وخسر جيشه المعركة بسبب بسمار. أنا أقول لك فريد شيء يمكن قليل تسمعه بغير مكان، التعب النفسي
أغلبه ناتج 99% منه عن كسل. يعني خذ أنت مثلا يوم الجمعة، يوم الجمعة ما عندك دوام، ها؟ كثير مرات حسيت شبعت نوم، لا ما أقوم هسا، تغفيت وبعد 5 دقائق لا ما أقوم هسا، وبعدين 5 دقائق راح تضيع ساعتين بالمنام، ها؟ كل شيء. لمن راح تقوم بعد ساعتين راح تشعر بالحزن أنه ضاعت منك ساعتين، لا نمت بيها، لا ارتاحت بيها، لا سويت شيء بيها، ونهارك كله مات وانقضى وكل شيء ما سويت. هذا تعب نفسي سببه الكسل. وقيس على هل تعب النفسي اللي نشوفه، يعني الناس النشيطين، يعني هسه صارت هالمشاكل وجون ناس عندنا المهاجرين من الموصل ومن تل عفر ومن سنجار، زين اكو ناس قاعدين 24 ساعة هالشون، ايش وقت نرجع؟ يجوني يقول ايش وقت نرجع؟ اقول انا ما اعرف ايش وقت ترجعون، بس اذا تحتاجون اكل اجيب لكم، اذا تحتاجون مصرف ادبر لكم، اذا تحتاجون سكن هسه انا اقدر هاي اسوي، بس احل المشكله ما داعش لا ما اقدر اسويها. هاليوم هاليوم اقدر فقط اجيب لك جلاس ماي، بس انه اقعد انا حتى اتكاسل امد ايدي على الماي هاي عندي تعب نفسي. الكسل ابو الامراض النفسية والاجتماعية. خذ لي فد واحد نشيط، خذ لي فد واحد ما يقعد ما يبطل يفكر يسوي شيء يقدر علينا. إيه؟ أكو ناس يسقطون لأنه ما يعرف يدرس، يعني يقول وإذا سقطت وش راح يصير؟ إيه تسقط بالجهنم، ادرس من خوفه من الرسوب ما يدرس. إيه طبعا هاي ليش قلت لك سؤالك بالمقلوب؟ بالفرنسي يقولون الحصان لا تخلينه خلف العربانة، خلينه قدامه. إذا خلف العربانة ما يطيق يجره، ما يقدر. هي. ولهذا لازم نعرف شون السؤال نطرحه، يعني شنو السبب؟ تعب النفسي سببه هذا الكسل. الكسل أشنو سببه؟ سببه يمكن فد شيء إدمان. أكو ناس مدمن على الكسل. أقول له مثلاً، أقول له اغسلي المواعين، إيه بعدين بعدين هسا قد أشوف المسلسل، تأكل أضيفيها قدام المسلسل وتصير المساء وتتكوم المواعين بالمطبخ الشكل. هي كانت صحنين بالصبح، أجي المساء أشوف جبل هيمالايا، هذا الكسل. وغيره سوى نفس الشيء. نعم، شكرا سيدنا. سيدنا سؤالي بأنه نحن بحكم الظروف عايشين ببيئة، بيوتنا هي بيئة سلبية، يعني مما تقعد الأخبار الوضع، صرنا سيدنا يعني الواقع بأنه من نحكي بإيجابية يعني إما دنا النقد يا إما شوف البطران إيش يحكي مخبل على إيش تضحك، شنو هو اللي يفرح؟ انا احكي لك اياها عن خبره شخصيه. امي هسه مثلا نرجع على البيت ندني قد موت قد تطلع انت بكنيسه مشربين شكو هذا الوقت. شلون نقدر نوصل الايجابيه لبيوتنا ما نقول برا؟ لانه اذا نجحنا ببيوتنا اكيد راح ننجح برا. امنا سؤالك واقعي ولهذا لا تبلع، لا تبلع شيء اللي تقوله أمك، ولا تبلع شيء اللي تشوفه بالتلفزيون، ولا تصدق. خذ فلتر الحكي، شيل اللي ما يفيدك وخذ اللي يفيدك. أكو مثل هم يقول، خوش مثل، إذا ردت تأخذ قرار اسأل الأكبر منك واسأل الأصغر منك واعمل برأيك. انت من تاكل، انت من تشرب، انت من تتنفس، كلها فلاتر. ليش بالحكي اللي تسمعه ما تفلتره؟ لا تدخل من هون تطلع من هون، لا دخل من هون
فلتروا وبعدين طلع من هون. الزايد لا تبلعه أساسا، لا تبلع ولا شيء، لأنه إذا بلعت تصير إسهال، اهضم اهضم الأكل واهضم الكلام اللي تسمعه. يعني هاي وسائل الإعلام. أنا من مرات يشوف أبونا ستيفان من نقلب القنوات كلتها تشبع قهر، أش أروح أشوف؟ أشوف ناشنال جيوغرافيك، أشوف شوية أسود، أشوف شوية دوكيمنتري، هاي تريحني. حرام القرود أحسن من عندنا مرات، العصافير، البلابل، الحيوانات، هذول يريحوني، يذكروني بأن الدنيا مو بس بشر، آدم وحواء التعساء دوخونا. ولهذا وسائل الإعلام لازم نحط لفت فلتر. الأخبار ما لازم نسمعها كلها، لازم نعرف أشكو بيها حقيقة. وسائل الإعلام اللي إحنا ضحاياها هي أغلبها مو زين، الإنترنت مو زين، أغلبه مو زين. صفونه وصوموا عنه. يعني إذا عندكم مثلاً بالأسبوع يوم، سد التلفون، سد التلفزيون، وقعد ولا شيء، تقدر؟ حرام أكو شباب ما يقدرون، بلا تلفون، بلا تلفزيون، بلا شات، بلا فيسبوك، بلا. إذا تقدرون فأكو أمل بيكم. هي أمراض حديثة ظهرت، هاي الأمراض الحديثة هي الاستقبال بلا تصفية. شلون يصير لك قابلية تصفية للشيء اللي تسمعه إذا أنت ما تتدرب على هالتصفية، ما تسوي مسافة؟ يعني هسا أنا هاي الورقة، قد شوفوا هاي الورقة، إذا ألصقها على خشمي ما أشوف. أنتم ملصوقين على الواقع، شوية ابتعدوا عن الواقع، ابتعدوا عنه راح تشوفون بوضوح. ولهذا القلق يجي، التعب النفسي يجي من قلة الابتعاد. أيام اللي صارت هاي القضية مع القرى المسيحية وهاي، عطيتوا كثير مقابلات مع قنوات تلفزيونات، إذاعات، صحافة، حوالي نفس اليوم يوم 6/8 يمكن 22-23 مقابلة انطيتوا. بعض الأسئلة كنت أقدر أجاوب عليها، بس بعض الأسئلة أقول حقيقة هاليوم حدث الحدث، ما عندي بعد مسافة حتى أنطيك جواب على هذا السؤال. أنت من الصحفيين تريد جواب، بس أنا ما أريد أثرم براسك. أكو كثير أجوبة هي ثرم بصل، حكي، بس مو حكي ثقيل. فأنت انطيني مسافة، خلال يمكن شهر الأخ أجاوبك على هالسؤال، راح يكون عندي إمكانية أجاوبك. هذا هي الفلترة مع الكلام. فأمك من تقول لك أش عندك تروح على البيعة، قل لها مشي معاي وراح تشوفين. لو ما كانت هالبيعة طيبي ما كنت أروح، وإذا بقيت بجنبك أش أعمل طول النهار؟ ها؟ منو بعد عنده سؤال؟ سيدنا، يعني احنا حاليا دا نشوف بمجتمعاتنا نوع كلش كبير من الانغلاق، نوع كلش كبير من الانغلاق. قربوا، ما قد اسمع ولا شيء. ايه قربوا. احنا حاليا بمجتمعاتنا دا نشوف نوع من الانغلاق، ويعني جيلنا احنا كهسه، يعني انا دا اشوفه منفتحين. فشون جيلنا هسه حاليا بمجتمعنا فشون نقدر نعالج هالانغلاق اللي بمجتمعنا؟ ما خلفتهم منو منغلق؟ الجيل الأكبر منك؟ اي الجيل الأكبر مني يعني بهواية نواحي اجتماعية ما دا يفتهمني. اتهمتوا. عادة ألاحظ أنه جيل الآباء، من كانوا بعمرك، من كان أبوك وأمك بعمرك، كانوا منفتحين أكثر من هسة، كانوا أمام الدنيا والعمر والمشاريع، وإلا ما كان يزوجون ويجيبوك. هاي كان يراد له شجاعة. كل ما فاتوا بالعمر
كل ما خافوا، خافون عليك مثل ما أمه تخاف علينا، أش عندك تطلع بهالليل؟ الدنيا ما طيبه. أنا دائما كنت أسمع من أبوي هالكلمة، الدنيا ما طيبه. لو أسمع لو قطعتونه كان أنا زبقيته، ها حطيته هونك، ما كان طلعته من البيت من عمري 13 سنة، ما كان دخلته سمنير، ما كان أخذته قرارات من أنا صغير. ليش؟ لأني شعرت بأن البيت ما يكفيني. البيت ما يكفيك، لازم تتغذى من العلاقات، والعلاقات أيضا ما تكفيك، لازم تطلب الأعلى. ولهذا من كنت أطلع من البيت أشوف شلة أصدقائي، هم أصدقائي شكو ماكو، كنا نقعد بالشارع على الدكة وهم جيب ليل وخذ عتابة. صحيح حكي بيناتنا شبابيات وهاي إيه، بس هسه من أرجع إلى هذاك الزمان أضحك على عقلنا. فكان لازم أسوي توازن بين التغذية، التفتح تغذية. السؤال التفتح لإيش؟ تفتح هو هذا السؤال، تفتح شلون؟ هل يا ترى التفتح مثلاً مثل قسم من جماعتنا؟ أنا سافرت عمري 24 سنة حتى أدرس برا، كان أكو زملائي جو معاي، كانوا من أول ما وصلت لباريس هيم مفتوح ثمم باريس، يشوفون هالأبنية والشوارع وهالدني وهالعالم. بقيوا ما استفادوا شيء من هذا، من التعجب مالهم، لأنه التفتح أيضا قابلية هضم للشيل تستقبله. حتى أنت تصعد باية تتعلم تتثقف تنجح مثل هذاك الموسيقار الإيطالي، أهل القرية ظلوا على طبوس، بس هو صار موسيقار كبير. التفتح هو بناء الأنا، بناء شخصيتك. لا تدير بال إذا أنت، كان عندنا صف بس اثنين بينه، أمير وتوفيق. توفيق يطلع الأول وأمير يطلع الثاني، فتخابره الأمير أمه تخابره تقولي والدادة أبوي نجحت؟ قال لي ايه ماما طلعت الثاني على الصف. قالت له هذاك توفيق ايش طلع؟ قال هذاك كسلان طلع قبل الاخير. هاي قراءه خاصه للوضع حتى يسكت امه. فيعني التفتح اشكال. نعم اذا اكو شيء لك بعد. ما قد اسمعك خذ السماعه. التفتح من الناحيه الاجتماعيه قصدي، انت اشرح لي هو يعني مثلا من هواي نواحي سيدنا. اكو مثلا الاهل او القرايب ما يفتهمونك هسه احنا كحاليا كجيلنا بهوايه مواقف يعني. ايه بس هذا ايضا ما واضح، يعني تفتح من الناحيه الاجتماعيه كانه انت حبيت فد بنت. عندي انا فد خبره، ايه فد شاب حب فد بنت والبنت حبته، الاهل وقفوا بوجهم، الجوازه دي مش لازم تتم. جاء هذا اشتكى عندي، اشتكى على أهله أنه أهلي مقاييس مع فيش. بالحقيقة أنا ما انتقدت أهله، قلت له بغض النظر عن أهلك يمكن خايفين على لأسباب أخرى، هاي أهلك عندهم اعتبارات أخرى، ليش تجعل المشكلة بينك وبين أهلك؟ ليش ما تجعل المشكلة بينك وبين أهلك وبين البنت وبين أهل البنت؟
هل أنت درست الموضوع؟ هل حكيت مع البنت جدياً؟ أنا أصور الأهل بهالحالة مو بس يخافون، عندهم اعتبارات أخرى، يعني أنت ما عندك خبرة، هي عندهم خبرات كن سمعوا، وإذا أنت سويت عناد بينك وبين أهلك رح يجي يوم بعد 10 سنين رح تقول ظلمت نفسي. هوني التفتح مالك كان مو تفتح، كان قلة خبرة، بينما إذا قلت لأهلك أوكي شنو 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 اعتراضكم أنتم؟ ليش أنتم قد تعترضون؟ إذا قدروا يقنعوك خير على خير، إذا ما قدروا يقنعوك لا عمل برأيك. أرجع إلى الكلام الحوار، هذا هو إذا بينك وبين أهلك أكو حوار، بينك وبين المجتمع أكو حوار، راح تعيش طيب. أوكي ودي السماعة اليسار، مرحبا سيدنا. سيدنا انت قلت يعني انه احنا مرات ما نتكلم مع الاخرين، او الشخص اللي احيانا يخاف ان يتكلم خوفا من انه يخطا والمقابيل ما يسامحه، او لانه خطا لا يمكن تصليحه. يعني لو نقلب السؤال، احنا مشكلتنا اعتقد واقعنا بالذات، يعني اعتقد مجتمع شرقي نعاني من عدم المسامحه للاخر، فاعتقد انه هذا الشيء يعني نوعا ما ننجبر به انه نحدد بكلامنا. تسأل عن فد موضوع جدا 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 مهم، عدم المسامحة. عدم المسامحة عند أسباب عديدة، اللي ما يسامح للآخرين عنده مشكلة. أجمل شيء حكانه يسوع لما حكى عن هذا اللي كان الملك يطلبه بالملايين وهو يطلب صديقه 100، يعني فد شيء بسيط، يقول أنا سامحتك ملايين، ليش أنت ما سامحت صديقك بس 100 دينار؟ العذاب اللي يعيشه الإنسان اللي ما يسامح أكبر بكثير. أكو فد شخص قال انتقم تفرح لحظة، اغفر تفرح دائما. اللي ما يقدر يسامح وما يقدر ينسى وما يقدر يغفر، معناته أكو فجرح بينه ما قد يقدر يعالجه. ولهذا إحنا يسوع يعرف أنه هذه مشكلة مو بس نفسية، مشكلة روحية، ما كان نقدر ننسى ضربة الكلمة أو الإهانة، ما كان نقدر ننساها لأنه ما إيجابيين، السلبية مسيطرة علينا، يعني كأنه بليسة بعينك، يعني من تدخل فتشي بعينك أنت طول النهار عينك الدمع، وأقول لك ما أقدر أقرأ، أكو بليسة بعيني. يسوع يقول مو بليسة بعينك، أكو خشبة. يعني شوف المقارنة مال يسوع شقد قوية، اللي خشبة بعينه ما يقدر يشوفه بوضوح. عدم الغفران كارثة كارثة. شوف الفرق بين جنوب أفريقيا وبين الأمة العربية. جنوب أفريقيا تغفر انتهت المشكلة، نيلسون مانديلا لو تعرف حياة هذا الرجال المسكين، 26 سنة سجن، ما سجن، يعني فتشي قبيح، 9 سنين انفرادي بغرفة صغيرة ما يقدر يمد رجلينه، ومع ذلك غفر وخلص وانتهت. احنا ما كنا نقدر نغفر، دي شوف حالنا بعد ايش راح نشوف. ولهذا وجودنا بهذا البلد حتى نذكر بأنه ماكو علاج إلا الغفران. بس إذا نحن بيناتنا ما نعيش الغفران وندرب علينه، شلون راح نعلمه لغيرنا؟ مرات إحنا المسيحيين أقبح، حرام. ألو، ولو سيدنا يجوز راح أخذك شوية خارج الموضوع، انطلاقا من سؤال باسل وسؤال الأخ،
سيدنا هل نحن مع مجتمعنا المسيحي يكون مجتمع منغلق؟ أكثرين هسه قينادون بهالموضوع بأنه ليش ما نكون المسيحية إقليم، ليش ما نكون منعزلين؟ شنو خطورة هالموضوع؟ يعني أجاوبك بنكتة. ليش قسم من المسيحيين ينادون بجيتو في مكان خاص منغلق بس مسيحيين؟ أكو فد نكتة يقولون كان أكو منع تجول في بغداد، وفد واحد وجعوا سنه طول الليل ما خلانه ينام، ما عنده دواء وما عنده كل شيء، فما يعرف شي يسوي. صار الصبح راح عند الدكتور، كان اشتعل قلبه، دوخوا هذا السن. قال له دكتور شوف هذا السن طول الليل ما خلاني أنام، أرجوك اشلع البقية وخليه بوحدة مثل الكلب. احنا إذا جبتنا حطيتنا في مكان ها راح تسوي كارثة. انت تعرف بالحرب العالمية الثانية ليش هتلر قتل 6 ملايين يهودي في ألمانيا؟ لأنه عمل جيتو، عمل مكانات، قال لهم اوكي انتم اليهود روحوا اسكنوا في مكان خاص بيكم، وجاء كلهم قتلهم في فارسوفيا، في فارشافا كان اكو جيتو مشهور، وكان اكو جيتو في ألمانيا. قتل 6 ملايين يهودي لأنه قبلوا أن يسكنون في منطقة. بالعكس إحنا ملح، والملح لازم يتوزع بكل مكان ويختلط بالناس الآخرين. أنا ما أعتبر المسلم اللي الله خلقه معاي عدو، ما كان عدو، أخوي هو، وأنا مدعو لأنطينه صورة الاختلاف اللي يطلبها يسوع مني. أنتم ملح، أنتم نور، أنتم خميرة. لا تخف أيها القطيع الصغير، قطيعنا صغير، إحنا كم واحد بكركوك، بس كركوك حلو بينا. فإذا أنت مسكت المسيحيين راح تحطهم، راح يتعاركون كلدان يقودون المعركة، لو السريان، لو الأرمن، لو الأرثوذكس، لو الكاثوليك، لو البروتستانت، لو أجي خلصة راح ناكل رأس بعضنا بعض. روح شوف لبنان، الحرب اللبنانية من قتل بين المسلمين والمسيحيين مثل ما قتل بين الموارنه نفسهم، بين جعجع وعون، كل الناس تعرفها. شوفوا لي المكان اللي بينه انقتلوا بين جعجع وعون، اثنين الموارنه انقتلوا بالآلاف. حرب دامت 17 سنة في لبنان، ولبنان هي هالمنطقة اللي نتصورها مسيحية. حروب من سنة 57، من زمن كميل شمعون إلى أسعته، لبنان ما كان ارتاح. منو السبب؟ السبب ما الإسلام، السبب المسيحيين اللي هي أرثوذكس وكاثوليك، ملكيين وما أعرفش. 17 قوم جماعة وقومية ومذهب مسيحي أكو بلبنان. هكذا تريد؟ لا ما نريد هالشكل. إحنا بالعكس، إحنا موزعين في كل مكان، كنا في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل مكان. أنا ولدت بالموصل بالأحياء اللي أصدقائي مسلمين، عشت في بغداد 30 سنة، عندي أصدقاء مسلمين، جيراننا أصدقائنا، ناكل نشرب عندهم. يعني عشت بهاي المنطقة مذكورة كثير، زمار وعنزالة، شقد عندنا أصدقاء طيبين حلوين. هذول المساكين اللي هسه متأذين هم من داعش، هذولي أصدقائي حبايبي. إحنا ما لازم نفكر بطريقة. ومنه يقرر أنه يعمل سهلنينة ولا المسيحيين؟ مو الهوني، هذول القاعدين خلف الكمبيوترات مالهم في هولندا وفي دنمارك وفي السويد، هذول كي يتأمرون علينا. ويا ويلي ويا سواد ليلي إذا حكيت وأنا ضد هذا الشيء، أش كنسوا علي كاريكاتيرات وأش كنسوا حكي، وهاي أعرفها كلها هاي، بس هذول ها خلي يجي يواجهني، مو مختبي خلف الشاشة. ها لو شجاع يكتب اسمه خليجي. أي؟ أنا ما أخاف أقول شيء أنا مقتنع بينه، مقتنع بينه أقوله، واللي يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبه تمشي عدس. أوكي؟ زين
أتصور صار الوقت. ها كان أكو سؤال بعد؟ ها سيدنا اتطرقت يعني هذا المساء إلى عدة مصطلحات، وكل مصطلح أو كل موضوع يعني قائم بحد ذاته، يعني أنه بينت إلى الجانب السلبي والجانب الإيجابي. يعني فأكو فد مصطلح أو فد موضوع إذا تقدر نقدر نسميه يعني موضوع الأنانية أو الأنا، يعني فهذا يعني من أفكر به، لأن الأنا هي ترافقنا كل واحد، ما ممكن أن يتجرد من الأنا أو الأنانية كل واحد بينا. فيعني من أفكر بالأنا أو من الأنا دائما اللي يكون دائما في خاطري، يعني أنظر لها أنه أكو نوعين من الأنا، الإيجابي والسلبي. الأنا كذلك نقدر نضيفها يعني في هذا المساء، أنه لها الجانب السلبي والجانب الإيجابي، لأنه إذا أنا ما أراعي أنانيتي ما ممكن أحبك. هاي قلتوها. نعم. فإنه من أني حبيتك أو من سويت شيء عمل خير، أنا هذا ما أعتبر أنانية، بس أنانية إيجابية. وإذا عملت عمل شر فهذا أنانية سلبية، أعتبرها أنانية سلبية. كان أكو ثنتين نسوان قيحكون، قيشتكون من اثنين ماميات أمهات. واحدة قالت له هذا ابني ذبحني، ما قيحيد على البيت، يشغب ويلعب قمار ولي نص الليل ما يجي، كن مغمغني. اللي قالت له بالعكس، أنا ابني من ساعة 8 ينام وما يشغب وما يلعب قمار. هذيك اللي سألتها قالت له ايش قد عمره ابنك؟ قالت له سنتين. الأنانية بما عمر الأنا ما الطفل إلى عمر 3 سنين طبيعية. الطفل إذا أروح في البيت، هسه من أروح مثلا أفوت في البيت، أول شيء أراقبه إذا أكو طفل أو طفلة عمرهم بحدود 3 سنين 4 سنين، أول شخص أهتم بينه هو هذا. ليش؟ لأني إذا ما دلتوله بال راح يعمل هوسة، راح يجلب النظر، راح يفوت يجيب اللعابات مالته يحطها قدامي وأنا ما دير له بال. تعرف شو يصير؟ ينقهر خطيه. فأول شخص بالأكل هو الطفل، وأول شخص بالترحيب هو الطفل. ليش؟ لأن الأنا ماله مستعجل. بس إذا كبرت وعندك الأنانية مال 3 سنين، لا هاي أخاف عليك. أنا الطفل الأناني اللي يسحب كل شيء على نفسه إلى عمر 4 5 6 طبيعي، لازم يكون أناني. حتى عمر إلى المراهق يكون شوية أناني. ليش؟ المراهق أو المراهقة يعني لازم. بس من يصير بابا ومن يصير ماما تشوف الأنانية تنسلخ منهم، الأنا ماله يطلع برا. تشوفه قبل كانت قاعدة قدام المغي ساعات وراحات، من جاله طفل أو طفلة تنسى تمشط، تنسى تتحمق، تنسى مكياج. ليش؟ روحه وحياته من الدنيا صار هذا البيبي. ايش سوى البيبي؟ سحب الأنا طلعه برا. فالسؤال، أنا وأنت ما متزوجين، متزوج أنت؟ أنا هم ما متزوج. الأنا مالنا وين يروح؟ إما فد مشروع أو فد هدف أو فد حب آخر يسحبنا. إذا الأنا مالي بقي بي يخنقني، يفطسني من الداخل.
دير بالك خطر هو. الأنا لازم يطلع. لم نخلق للأنا. فماكو ماكو ماكو حل للأنا مالي إلا أن يطلع برا. ولهذا يسوع شو يسوي؟ يدربنا يدربنا علينه. كنت جائعا وعطشانا ومريضا ومحبوسا فجئتم إلي. متى يا رب؟ أنت قلته قلته لما أساعد أساعد لأني أحب نفسي، أريد أريد أفرح. إيه ما يخالف، بس أنت سويت خير، ساعدت، هاي إيجابية. أكو ناس ما ناموا بلا عشاء، عطيت لهم، أكيد أنت تونست بيا وحكيتها. ويسوع يقول دقيقة، لا تدق طبل وزمارة قدامك، ما يخالف ما يخالف، لا تدق طبل وزمارة، بس ما يخالف، بس على الأقل أنت سويت فد شيء خير. الله 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 كلش إيجابي. إذا أكو شيء إيجابي بالعالم هو الله، لأنه حتى صدقني ليه هسا ما كن اكتشفنا شقد أكو أحياء وحشرات وأش اسمه بالدنيا. كل شيء الأكو بالدنيا هو إيجابي، نحن مشكلتنا ما نشوف. يسوع إيجابي على طول الخط. النملة، الحشرة، النحلة، كلهم هذول إيجابيين، بس إحنا سلبيين لما ما نشوفهم. الغني اللي ما شاف لعازر سلبي، اللي ما شافه راح جهنم. هاي المشكلة. أوكي ما أطول أكثر لأنه صار إحنا ساعة ونص. إذا أكو فت سؤال بس كلش قصير آخر سؤال، وإلا نتوقف حتى لا تبقى حسرة بقلب أحد. معكو؟ شكراً.